فدتك النفس يا خير الأنام، رأينا نور نبئك في الظلام، رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام، رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام، بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام. أتانا النصر بعد 300 وبعد مرور مدة 1000 عام، بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام، فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام، فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثام.